تجيران دار النائب العام موزيس مابيدا ستاديوم بدربان في جنوب افريقيا لاستضافة الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا بين فريق الرجاء الرياضي العالمي المغربي ومازور الجنوب الافريقي في مواجهة قوية وصعبة اليوم للحصول على نقطة التلاجة الغالية في هذه المباراة. الكل يريد مشاهدة المباراة، اذا ما عليك فاضل الا الضغط بزر لايك واشتراك بالقناة وشاهد هذا الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تشاهد المباراة القوية اليوم. سوف تلعب في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المغرب والساعة الرابعة بتوقيت غرينيتس، وسوف تنقل وتذيع هذه المباراة على قناة بين سبورت 4 الناقل الحصري لهذه المباراة. تجدون البث لهذه المباراة في صندوق الوصف. لا تنسوا فقط دعم البلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق امازون المستضيف مواجهة اليوم او فريق الرجاء العالمي المغربي الضيف اليوم؟ ونتمنى الحظ بالفعل لفريق الرجاء الرياضي المغربي للفوز في هذه المباراة والحصول على النقاط الثلاثة الغالية في هذه المواجهة والمرور الى الدور المقبل.